جلابة أخرى كما كتلاحظي على الصور من روائع تركواز أكادير، مشتغلة بالكروشيه المغربي الموديل الإسباني على 3 ديال البوزات. كنقترحها عليك. بالنسبة لهذا الجلابة اختاريت لافينيسيون ديالها بالنسبة للقب والكمام، اختاريت التاج الكبير، الدرس ديال التاج الكبير فايت لينا، شفناه في دروس سابقة. هذا خدمته سامبل ما فيهش العقيق، خدمت هنا فقط في الرأس ديال كل تاج. استعملت غرزة البيكو كما كتلاحظي من 3 سلسلة. هنا فقط عوض واحد الخرزة انا استعملت واحد غرزة حشو، وعطت هذه النتيجة الجميلة جدا على مستوى الاكمام وعلى مستوى القب. اما بالنسبة للصدر فاختاريت انه يكون على عريض على 3 ديال الكوزات كما كتلاحظي معايا. اما بالنسبة هنا الصدر نص طوق. اما بالنسبة للملاقية فاختاريت تحتاجين لذلك الى ثلاثية كتلاقي اما 0.6 مليمتر مع الموديل الاسباني. ايضا الى ما بغيتيش تستعملي بالنسبة للاكمام والقب التاج الكبير، ممكن انك تستعملي المربعات المائلة كتواتى بشكل كبير مع الثلاثية ومع الصدر ديال الموديل الاسباني. بالنسبة لهذا التوب، هذا التوب ديال المليفة، كان هذا هو الاقتراح ديالي لكم اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا جزيلا.